رجل مقيم في مدينة الرياض ثم سافر إلى جدة وجلس بها مدة 3 أيام ثم أحرم من جدة بالعمرة، فهل عمرته صحيحة؟ عمرته صحيحة، لكن إن كان يوم يذهب من الرياض ناوين العمرة فهو تجاوز الميقات وأحرم من جدة، يكون عليه فدية. أما إذا كان يوم يروح من الرياض ما نوى عمرة، ناوي يروح الجدة لحوائج، لكن بداله يعتمر بعد ما وصل جدة، بداله يعتمر، فهذا يحرم من جدة من المكان الذي نوى منه. نعم، وليس عليه شيء. نعم.